بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة فاتت احنا خلصنا سكشن 5، اليوم ان شاء الله ناخذ سكشن 6 limits involving infinity اللي هي نهايات عند المدى نهاية وعند سواء موجب او سالب المدى نهاية. الاسم دونس هذا موضوع جديد عليكم ما ضاش قبل كده، اللي هي خطوط التقارب لمنحنيات الاقتراب. بداية نبدا في limits involving infinity، وهذه طبعا النهايات بنستخدمها لحساب معادلات الاسمبتوت اللي هي خطوط التقارب. نبدا في بعض او الجانب النظري اللي هي حقائق ونظريات. لو قلنا بيزك فاكتس عندي اول فاكت عندي اللي هي الليمت الكي لما اكس تؤول لموجب او سالب ما النهايه بيسوي لي كي. هذه حقيقه، لانه اصلا لما يكون عندنا اقتران كي على فرض انه كي عدد موجب هي نصف الاقتران، على فرض انه هذه النقطه ايش؟ كي على محور واي، مضبوط؟ فالان اكس تؤول لموجب ما النهايه كل ما كبرت اكس بتضل قيمه واي هي كي، كل ما صغرت اكس قيمه الاقتران كي، سواء كبرت او صغرت حيضل عندي كي النهايه تبعها. طيب رقم 2 الليمت لو واحد على اكس لما اكس تؤول سواء الى موجب او سالب هاي بنلاقيها قديش؟ صفر. احنا عارفين رسم الاقتران اللي هو واحد على اكس، صح؟ هاي الصفر انا اكس واي. لو اكس تؤول الى سالب من النهايه يعني لو كانت اكس ها بعدين ها بعدين ها رايحه لمين؟ لسالب من النهايه. فلما تكون اكس ها هاي قيمة واي، لما اكس هان هي قيمة واي، لما اكس هان هي قيمة واي رايحة وين؟ للصفر. لما اكس تؤول لموجب مدى النهاية هاي قيمة اكس، هاي اكس، هاي اكس، هاي اكس رايحة على الموجب مدى النهاية. هاي لما قيمة اكس هان هاي قيمة واي، لما اكس هان هاي قيمة واي، قيمة اكس قلنا لها نازلة لمين؟ للصفر. سواء كانت اكس تؤول لموجب مدى النهاية أو لسالب مدى النهاية الواحد على اكس راح تؤول لايش؟ للصفر. هذه حقا. عندنا نظريه بتقول جميع نظريات النهايات اللي اخذناها سابقا في السكشن السابق لما تكون اكس تؤول الى سي تنطبق في حاله اكس تؤول الى موجب او سالب من النهايه. زي ايش مثلا؟ عرفنا انه الليمت بتوزع في الجمع، ليمت اف زائد جي لما اكس تؤول لسي بتساوي ليمت الاف زائد ليمت الجي لما اكس تؤول لسي لما اكس تؤول لسي. برضه الان لما اكس تؤول لما لا نهايه بقول ليمت اف اوف اكس زائد جي اوف اكس لما اكس تؤول مثلا الى موجب او سالب من النهايه بتساوي ليمت اف اوف اكس لما اكس تؤول الى موجب او سالب من النهايه زائد ليمت جي اوف اكس لما اكس تؤول الى موجب او سالب من النهايه. طبعا السؤال ما بيعطينيش موجب او سالب، بيعطيني وحده فيه. فاحنا نقول يجوز توزيع في حاله الجمع والطرح حتى في حاله لو اكس تؤول الى موجب ما لا نهايه وسالب. لو كان الطرح برضه بينفع، لو ضرب بينفع، كل النظريات السابقه تنطبق على ما لا نهايه، سالب ما لا نهايه. هذا يعني بخلينا نشتغل براحتنا زي ما تعودنا لما اكس تؤول الى عدد معين. طيب الان في عندي بعض النودز أول ملاحظة ليمت A على X أس M و X تؤول إلى موجب أو سالب من النهاية بنهاية السالب. تمام؟ شرط إنه الآن إيش؟ ما تكون سالبة. لو سالبة فوق، يعني لو قال لي 5 على X أس سالب 2 هتصير 5 X تربيع، صح؟ ولو أخذت الليمت لما X تؤول لما النهاية، لما النهاية تربيع ما لا نهايه. سالب ما لا نهايه تربيع برضه ما لا نهايه، مش هيطلع لي سالب. وبالتالي ضروري يكون الاس عندي موجب، فبضمن الاس موجب بروح بقول هاي الان تنتمي الى زد بوزيتيف اللي هو بوزيتيف انتجر، عدد صحيح موجب الان. طب لو كانت الان سبب مش موجب؟ تصير واحد.
بصير ايه على واحد بنرجع للقاعده الاولى صح. اوكي خلصنا الان هذه تعني ايش؟ يعني لو قال لي ليميت 5 على اكس لما اكس تقول لما النهايه بقول لي 6 ارتبطنا لان واحد. طب لو قال لي على اكس تقييم 0 على الواحد تمام. ايش مكان الاس اذا في المقام يبقى مباشره بتطلع لي 0 تمام. هل حنستخدمها في الحل؟ لا. طيب العلاقة الثانية هذه واحد. رقم 2 الليمت لإكس لما إكس تقول إلى مجملنا إكس أس إن لما إكس تقول لما لا نهاية بتطلع لما لا نهاية. إيش كان؟ هذه الملاحظة اللي بدك تقولها هي واللي بعدها. طبعا أنا إن إيش تقول إن؟ طب لو قلت إن نيجاتيف هذا إيش بصير؟ واحد على واحد على صح بس بهذه الأدلة تكون صح. لأن غير سهل لو كانت صفر ليمت واحد واحد لو كانت نيجاتيف برجع للقاعدة هذه يبقى لو بوزيتيف ضروري يكون الآن هذا ايش؟ موجب أو الآن تنتمي إلى أن. أوكي ما عندنا مش وقت الشرط أن لكن احنا ممكن نضيف أن الآن تنتمي إلى أن. طيب الآن اعتبر هذا رقم واحد. رقم 2 ليمت اكس اس ان لما ان تقول الى سالب ملايين. عارفين هذول الثنتين بالضبط بيشتغل معنا على نفس قاعدة الإشارات. ايش يعني؟ لما قلت سالب بسالب موجب. طيب سالب سالب بسالب سالب. إذا كان السالب مكرر عدد هذه من المرات يطلع سالب، لكن زوجي طب الموجب لو مكرر فردي الموجب بظل موجب بجميع الاحوال عشان هيك ما حصلناش لانه موجب ما لا نهايه. فحكايه ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه مشيت على قاعده الاشارات تماما. فالان هذه انا بقول عندي حدين. اذا كانت ان لو الان زوجي هتطلع لي ما لا نهايه في حاله الان إيه؟ تمام؟ صح؟ لأن هقول زوجي يعني لو قلت اكس تنبيع هقول سالب ما لا نهايه بسالب ما لا نهايه موجب ما لا نهايه. لو كانت الان اود يكون عندها سالب ما لا نهايه لانه السالب المكرر عدد فردي من المرات تمام؟ يعني لو انا بعوض تعويض مباشر يعني بدي ليمت اكس تكعيب لما اكس تقول لسالب ما لا نهايه على قاعدة الإشارات فردي سالب مع فردي يبقى سالب تمام؟ طيب بعدين بقول لي بعض الكميات غير المعينة عندي كمينات فورمز زي ما بقول ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية وصفر في ما لا نهاية ما لا نهاية على ما لا نهاية واحد نص ما لا نهاية. في حاجات كثير غير معينة لكن بنكتفي بالموجود. طيب ليش ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية مش صفر؟ لأنه هي رقم احنا مش عارفين أصلا. يمكن ما لا نهاية الأولى مش نفس ما لا نهاية الثانية. احنا عادة بنعبر عن ما لا نهاية عن العدد الكبير جدا. أو زي ما بنقول مو غير الكبار. صح؟ زي ما عندنا الأرقام 1 2 7 4 مثلا الى اخره، بديت اخر اليوم. تعتبر هذه ايش؟ ما لا نهايه، انت تاخذ نفس الرقم. ممكن يختلف اخر رقم فيها. بدل الصفر حطيت واحد بس وكملت. الى اخره. فاذا كان هذه يجوز تسميتها ما لا نهايه، فاكيد هذه ما لا نهايه. الان هل هذا ناقص هذا معطيني صفر؟ لا. لا، عشان هيك ما لا ناقص ما لا نهايه لا يساوي صفر اصلا كميه غير معينه، اصلا ما كانش. انت بس تكتب لي المنهج وتخلص قول لي تعال اطرح ما بردش الله بعدين مظبوط ولا لا؟ لكن في الجمع ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ما لا نهايه تمام. نشوف الان ليميت ات انفينيتي اوف ريشنال فانكشنز. ريشنال فانكشنز اللي هي القرارات النسبيه
البسط كثير حدود والمقام كثير حدود. بدنا نجيب الليمت لما اكس تقول لموجب من النهايه او سالب من النهايه. احنا متعودين في توجيهي اللي بجيب الليمت في هذه الحاله باخذ اعلى اسفل البسط على المشترك، اعلى اسفل المقام على المشترك، بختصر بعدين ببسط. بدناش القاعده هاي، بدنا قاعده اسهل مني اسرع مني اللي هي زي المكتوب تحت العنوان. بدي اقسم البسط والمقام على اعلى اسفل المقام. لما اقسم على اعلى اسفل المقام بأضمن انه المقام يطلع لي عدد. لما اقسم على اعلى اسفل المقام يعني مثلا معلش لو كان عندي اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1 على 2 اكس زائد 3 مثلا على اسفل المقام اس 1 اكس اس 1 على اكس مربوعه لاعلى اسفل المقام على اسفل المقام اكس اس 1 اذا نقسم البسط والمقام على اكس فحيصير عندي كالتالي. طبعا الليمت بنقول لما اكس تقول الى ما لا نهايه، بنقول الليمت لما اكس تقول الى ما لا نهايه. الان هذا لو قسمتها اكس 2 زائد 3 على اكس صح؟ وعدد على اكس سواء اكس موجب او سالب بيكون الصفر. طيب هذا بدنا نقسم على ايش؟ على اكس ضد اكس ناقص 3 زائد 1 على اكس. انا مرتاح انه المقام هيطلع لي 2 لما اعوض عن اسم بدل النهايه، وبالتالي ما عنديش مشاكل، المشاكل قدام المقام صفر. صح؟ فانا بضمن انه المقام يطلع صفر. لذلك انا لما اقسم كل مره على اكس مربوع على اصغر اكبر اسم المقام بضمن انه في عدد، وبالتالي اذا البسط عدد بيطلع لي عدد على عدد، اذا البسط صفر بيطلع صفر على عدد، اذا ما لا نهايه ما لا نهايه على عدد ما لا نهايه خلصت، مفيش مشاكل. لكن المشكله لو كان في المقام صفر. تمام؟ خلص. يبقى القاعده تبعتنا اللي احنا حنشتغل عليها اني نقسم البسط والمقام على على اكس مرفوع على اعلى اس في المقام. تمام. تذكر القواعد يعني اختار اجابه صحيحه في توجيهي لهذا النوع. اذا كانت درجه البسط تساوي درجه المقام معادله على المعادله صح؟ درجه البسط اقل من درجه المقام سر اوتوماتيكلي. إذا درجة البسط أكبر من درجة المقام يا من هي يا سالم من هي حسب الإشارات وحسب الأسس يعني. تمام؟ هذا كلام برضه افيليبل يعني عندنا شغال. نشوف الأمثلة اللي عندنا. إكزامبل فاين نعتبره بيقول لي فاين ذا فولوينج ليميتس. خدهم واحد اول واحد بده ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه ل 5 اكس تربيع زائد 8 اكس ناقص 3 على 3 اكس تربيع زائد ايش بده يعمل؟ بقسم البسط والمقام على على اكس تربيع على اكس تربيع. يبقى برضه نقول هذا يساوي يساوي ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه. لما اقسم على اكس تربيع جميع الحدود بدنا نقسم. انا بقسم البسط لحاله والمقام لحاله، لما بقسم البسط كل حدود البسط، المقام كل حدود المقام. على اكس تربيع اصلا كان 5 اكس تربيع على اكس تربيع صح؟ بختصر هذا معنى. هاي 8 اكس على اكس تربيع. الاكس تربيع عباره عن اكس في اكس صح؟ ده لازم مش ماشي مع الامور. اكس مع اكس بتروح تضل عندي يبقى انا بختصر وخلص مباشره 8 على اكس ناقص 3 على اكس تربيع على 3 زائد 2 على اكس تربيع. لساتنا حاكيين ليميت ايه على اكس اس ان والان بوزيتيف كون صفر. لما اكس تقول قلنا موجب او سالب صح؟ تساوي صفر. فهذا صفر على القاعده وهذا صفر على القاعده وهذا صفر. يبقى بضل عندي وزع الليمت الان بيساوي لنا 5 زائد 7 ناقص 0 على 3 زائد 0 ويساوي 5 على 3. عرفنا هاو؟ مكتوب لك بقوسين هاو هي الهاو. يعني كيف اجى هذا؟ طيب هذا المثال الاول. المثال الثاني
واضح انه طلع عندي معامل اعلى وصف المقاصد على معامل اعلى وصف المقاصد هو الجواب النهائي. طبعا هيك الحل لازم يكون زي ما قلنا شو هذا الدرس ممنوع الا اذا لما يجيلك سؤال يقول لك فاين ذا ليميت بدك تشتغل بالتفصيل المهم في نهايه شابتر 4 لما نيجي نرسم منحنيات ويكون طالب منك او درس التوت بيكون تقارب زي ما نعرف ان شاء الله في نهايه المحاضره او نهايه المحاضره الجايه لما تجيب درس التوت باخذ الليميت عند المدى النهائي هذا بيكون جزء من سؤال طويل خالص هذا لو يجي لي الليميت يساوي 3.5 على الجمله لكن بيكون سؤال مستقل للليميت شو ديتيلز لازم التفاصيل تكون تمام اوكي طيب شوف الليميت اللي بعده بده ليميت لما يستقل الى سالب ما لا نهايه مين 11 اكس زائد 2 على اكس على اكس تربيع هاد يبقى صفر زائد صفر على 2 ناقص صفر صفر على 2 وتساوي برضو قبولنا لما يقول لك فايند احنا قلنا هذا الشكل فيها لم يكن جزء من سؤال طويل لكن لما انا اقول لك اوجد النهايات التاليه ضروري تحل التفصيل ما ينفعش تقول ايه هذا يساوي صفر
صح، لكن هو هان معطيني اياها جزء هو جاب جاهز بالتالي بالطالب الاخير واضح الاخير برضه اوس مرفوع لاس ولا هنا فيها حاجه خفيف شويه ناخذ بالنا لمت اوس خمسه واحد ناقص اكس تبعين اكس تبعين ناقص سبعة تمام نقسم عليه اول حاجه ندخل الليمت تمام سوي عين بوس ليمت واحد ناقص اكس تبعين على اكس تبعين زائد سبعة اكس لما اكس تقول الى سالب من كل اس على اكس تربيع مش هيساوي عندي على اكس تربيع اي جوز اي اكس تقول اذا سالب من النهايه لمين؟ قول له اس على اكس تربيع واحد على اكس تربيع اكس على واحد زائد سبعة على اكس صح؟ المفروض انا الان بوزع الليمت المفروض يصير ليمت الاول ناقص ليمت الثاني على ليمت الاول زائد ليمت الثاني كله تحت البوس كله الليمت لما يساوي الى سالب من هنا فالمفروض هذه الليمت تبعها صفر هذه اكس بالنظر لسه وبعدين هذه واحد وهذه صفر يبقى بقدر اكتب يساوي بعد توزيع الليمت يساوي هذه البوس صفر ناقص ليمت الاكس هيك المفروض ها لما اكس تقول لسالب من النهاية على واحد زائد صفر كل أس خمسة هيك بصفة صفر هيك المفروض عندي بس وبالتالي بيساوي واحد المقام واحد هو والصفر ناقص يبقى صار عندي ناقص سالب ليمت الإكس لما إكس تقول إلى سالب من النهاية كل أس خمسة الآن هنا إكس أس قديش؟ نص واحد تعويض مباشر بعطيني سالب من النهاية في سالب برضه يبقى المفروض يصير سالب وهذه تعطيني سالب ما لا نهايه كله يبقى صار ما لا نهايه بالموجب يبقى الجواب ما لا نهايه صح؟ طب ناخذ بال لو ما طلعتش للسالب بتخرب الدنيا اطلع سالب والجواب بيطلع سالب تمام؟ اوكي نوت حسب السؤال احنا قلنا القاعده اللي هذه اللي في راسك ممكن نحط عدد ايش قلنا؟ لما انا بدي اطلع الجواب النهائي اتعامل مع عدد الاشارات سالب بسالب وسالب بموجب او السالب عدد زوجي من المرات موجب او فردي من المرات بعطيني سالب انا الاس هذا بدي اعتبريه اربعه اعتبريه 17 اعتبريه ان مجهول كويس انا بدي اخلص اللي جوا بعدين افكر في قصه الاس هذا زوجي ولا بعد ما خلصت اللي جوا على ايش طلع لي؟ في الاخر سالب ليمت اكس طب اكس تقول سالب من النهايه بحط بدل اكس ايش؟ سالب من النهايه فصار عندي سالب ليمت السالب من النهايه بصير عندي ايش؟ سالب السالب من النهايه صارت موجب من النهايه اس خمسه طب موجب من النهايه الموجب لما يكون الاس فردي ولا زوجي؟ بيطلع لي كويس انا الاس هذا الفردي او الزوجي في الاخر لما تطلع عندي لو طلعت هيك بدور على النهايه زوجي ولا فردي صح لو طلعت سالب لكن ما دام موجب خلص بتحتفل كاني بحطها موجب من النهايه على طول نشوف الملاحظه التاليه احنا بنعرف انه القيمه المطلقه لاكس بتساوي اكس لما اكس اكبر او تساوي صفر سالب اكس لما اكس اقل من صفر هذا يعني لما اكس موجبه او صفر
وهذا فعلا لما اكس سالب. تمام؟ طيب الان النود تبعتنا ايش بتقول؟ جذر الاكس تربيع يساوي القيمه المطلقه لاكس. احنا الان شغالين عند الليمت لما اكس او لموجب من النهايه او سالب من النهايه. اسئله هيك واسئله هيك. لو صادفني قيمه مطلقه ايش بدنا نفكر؟ بقول له حسب المعنى اللي هنا لما اكس يقول لما لا نهايه ايش يعني؟ يعني تاخذ عدد سالبه يعني الاكس 7000 700 مليار حاجات رايحه لما لا نهايه بالموجب يعني كبيره جدا جدا يبقى بالمنطق تكون ايش موجبه صح؟ وبالتالي القيمه المطلقه هتنفك بايش؟ بالاكس. اذا كانت اكس تقول لما لا نهايه فالقيمه المطلقه هتنفك بايش؟ بإكس. لو كانت اكس تقول لسالب من النهايه فكرة سالب. تمام؟ بدون شك الكلام بسيط. حلو؟ اوكي. طيب. الان انا بدي تفهموا الشغله الثانيه، يعني هذا الكلام انا بدي افصله زياده عن الموجود عندي. بدي تعرف بالتالي. واحد اذا كانت اكس تقول الى ما لا نهايه فاما او اكس تربيع بتساوي اكس. كويس؟ وعندما اكس طبعا بتحطها قيمة مطلقة اكس تقول لسالب من النهاية فإن جذر اكس تربيع بتساوي سالب اكس. وين غلط الكلام؟ منها. طيب هذا من الأسماء خاصة. حلو الكلام؟ أنا باخذ موضوع اعتراف دائما عشان لما أحله ما حدش يقول لي أنه أنا كيف صار؟ هاي الكلام هذا فيه مشاكل؟ طبعا تقول لي تساوي قيمة مطلقة إكس مش هقول لك قيمة مطلقة إكس وتساوي إكس تساوي قيمة مطلقة إكس برضه وتساوي سالب إكس تنفعل ولو ما حطيتهاش هذه إيش أهمية هذه الملاحظة؟ أهمية هذه الملاحظة نشوفها في المثال التالي. إكزامبل بدي انا اجيب ليميت جذر اكس تربيع زائد واحد على لما اكس تقول الى سالب مره موجب ومره سالب هي طلعت على المثال اللي تحت مره موجب ومره سالب نشوف هذا السؤال المفروض الان اعلى اس في المقام اكس اس واحد صح؟ يبقى المفروض اقسم الاس في المقام على مين؟ على اكس هي اكس اس واحد. طيب هذا الاعتراف احنا مصدقين فيه؟ بدنا نشيله بس عشان هو سهل. مسجل عندكم في الغالبيه مسجلوها او مسجل عندكم على الكتاب او على الواتس. طيب الان انا المفروض اعمل كالتالي. المفروض اقول هاي البسط وهي المقام، البسط مكتوب فيه جذر اكس تربيع زائد واحد والمقام مكتوب قلنا بدنا نقسم المقام على اكس والبسط على اكس. صحيح؟ هاي الليمت طبعا هاي الليمت الان المقام شو بصير؟ اكس على اكس زائد واحد على اكس توسع ولا توسع؟ لانه المقام فيه حد واحد صح؟ طبعا لو كان عندي اكس زائد واحد على اكس ناقص 2 ما ينفعش اقول اكس على اكس واحد على ناقص 2 ما ينفعش. طب ينفع لو حطينا اكس على اكس ناقص 2 زائد واحد على اكس ناقص 2؟ اه طبعا. انت ايش بعرف اذا بينفع ولا ما بينفعش؟ اذا عملتيها بالعكس بيرجع زي ما كان ولا لا؟ لما تقول لي 1 على اكس زائد 1 زائد 5 او 5 قول اكس على اكس زائد 1 رد ايه اصلا؟ المقامات موحدة بحط الاكس زائد 1 1 زائد اكس معلش طلعت 1 ما عليك انا لسه اسمع من شو رح اقول الان هي السؤال هي البسط وهي المقام وانا عندي اللي بدي اقوله لا نهايه قلنا القاعده اقسم البسط والمقام على اكس مرفوعه لاعلى اس في المقام اعلى اس في المقام عندي اكس فبدي اقسم البسط على اكس والمقام على اكس تمام اللي احنا كل مره انا بس الكابل هو اللي عمل لنا مشكله كل مره بكتبها مباشره هذه بكتبها الاكس قسمها على اكس بواحد
وهديك واحد على اكس شايف انا كل مره في المقام مباشره انا القصه بس في المقام خاف اعملها مره واحده بس يومين اجل اخذت الاعتراف من الاول هذه تعني كمان يعني هذا هامش لا هامش بنعمل كمان هامش لا هامش هذا عباره عن جدل اكس تربيع زائد واحد على جدل اكس تربيع صح ولا غلط؟ خذ بالك الاكس اولى مجمله نهايه فالاكس هي جدل اكس تربيع لو سالب ما النهاية كان كانت هذه سالب اكس صح؟ اه اوكي طيب الان جدل على جدل تعرف انه جدل A على B يساوي جدل A على جدل B مرت عليك وهي؟ اه شرط طبعا شوف خليك ناخذ السيف من يعني هنا بنعمل جدل اكس تربيع زائد على اكس تربيع الان بقدر اقراهم من اليمين للشمال ولا لا؟ إذا عندي جذرين بقدر أدمجهم تحت جذر واحد إيه على يبقى هذول ما دام على جذرين بقدر أحطهم على إيش؟ إكس تربيع زائد واحد على إكس تربيع صح؟ لأنه بنفع أوسع بس زي الآن هذا إيش بيصير؟ إكس تربيع على إكس تربيع واحد زائد واحد على إكس تربيع تمام؟ كويس؟ الآن بقول لكم إياها من الآخر بدل القصة هذه كلها بس أنا قلت لكم إيش الأصل الآن ما فيش ناس خلينا وخلص على الكاميرا ما فيش ما فيش ولد خلص بعدين يوم بكمل إن شاء الله بكمل الآن هذا السؤال مجرد ما نلاقي إكس أقول إلى ما النهاية إذا سالب ما النهاية إحنا عارفين القاعدة إذا أقولها بما أن جذر إكس تربيع يساوي القيمة المطلقة على إكس ولا من غيرها؟ في هاي يا حرف تساوي إكس ليش؟ لأن سنس إكس بتقول لإيش؟ لما إكس تقول لما لا نهاية فنجذر إكس تربيع تساوي إكس الآن مين أكبر درجة البسط ولا درجة المقام؟ نفس الدرجة جذر التربيع إكس تربيع إكس طيب الان بدي اقسم مش هذا بتساوي هذا في قاعده بقولها دائما كل وجه وما يصلح ايش يعني الجذر التربيعي اللي قسمه على الجذر التربيعي واللي بدون جذر بدي اقسمه على اللي بدون جذر كويس يعني بدي اقسم هذا على جذر اكس تربيع وهذا قسمه على اكس وبالتالي بدي اقول هذا يساوي ليميت لما اكس تقول لما لا نهايه خلينا نبدا بالمقام بس قسم المقام على ايش؟ على اكس يبقى واحد زائد واحد على اكس البسط قسمه على ايش؟ على جذر اكس تربيع بدل ما اقول على جذر اكس تربيع بحط بتاعي جذر واحد يبقى الاكس تربيع زائد واحد على اكس تربيع يبقى يصير عندي جذر واحد زائد واحد على اكس تربيع صحيح؟ صح ابو غير سرحان كويس؟ مش كنت زعلان بس او متضايق اي حاجه مش واضحه من عندي الان المفروض اني بوزع الليمت للبسط للمقام البسط في جذر الليمت بتدخل جوا صح؟ فبصير عندي مباشره ممكن اقولها تساوي جذر واحد زائد صفر على واحد زائد صفر على اساس ان احنا ايش؟ وزعنا الليمت للبسط الليمت للمقام ليمت المقام واحد زائد ليمت هذا اللي هي صفر والليمت للجذر بدخل ليمت جوا ليمت الواحد واحد وليمت هذه صفر يقول بيطلع لي ايش؟ جذر الواحد على واحد بيطلع لنا واحد واضح؟ نفس السؤال لو بدي احله والاكس تقول لسالب ما لا نهايه لو قال لي بدي ليمت لما اكس تقول لسالب ما لا نهايه لا جذر اكس تربيع زائد واحد على اكس زائد واحد بدي اروح اقول في الهامش بما ان جذر اكس تربيع بيساوي القيمة المطلقة لاكس بيساوي سالب اكس حيث اكس تقول لايش؟ لانه مع السالب تبقى بالسالب صح؟ الان بدي اقسم البسط المقام على اعلى اسم المقام اللي هي اكس لكن كل وجهه ما يصلح اللي تحت الجذر على اكس تربيع والبطل الجذر على
زائد اكس، تمام؟ يبقى بيساوي ليميت لما اكس تؤول الى سالب ما لا نهايه اللي تحت الجذر على اكس تربيع بتصير واحد على واحد زائد واحد على اكس تربيع، هذا نقسمها سالب واحد زائد واحد على سالب ناقص واحد على اكس سالب صح؟ واحد على سالب يعني قسمت على ايش؟ سالب على سالب اكس. تعويض مباشر هصير عندي جذر واحد زائد على سالب واحد ناقص هيطلع واحد على سالب واحد يساوي سالب واحد. اختلفت الليمت مظبوط ولا لا؟ المثال الاخير مكتوب اكسرسايز نحله مع بعض يعني مش محلول معنا. في وقت كان قلنا حلوه لحاله هيك بس عشان ما نبقاش نجي شوي نمسح النهايه محلوله ها؟ شيلها نمسح ما بتقدر تستنى في توضيح في حاجه كده مطلوب مطلوب
طيب معلش قبل ما نروح على خطوط التقارب بدنا نفسها ونروح على المثال موجود في صفحة 43 بدي مثال بيقول لي find the following limits ما بديش أرسم limits find the following limits خط التقارب الأفقي هذا بدي أدو ثواني بس عبين محل المثال في عندنا مثال بيقول أوجد النهايات التالية وبعدين نخلي خطوط التقارب مع بعض تكون أفضل هل بدها rearrangement هذه الصفحة على الترتيب زامبل بقول فاين بده فاين ذا ليمتس ايه بده ليمت لما اكس تقول لا ايه لا اكس ناقص جذر اكس تربيع زائد اكس الان احنا لو عوضنا عن مدى النهايه تصير ما لا نهاية ناقص جذر ما لا نهاية ما لا نهاية ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية كمية غير معينة صح زي ما نقول ما لا نهاية ما لا نهاية أو صفر ما لا نهاية أو واحد نص ما لا نهاية هناك كمية غير معينة هذه كمية غير معينة التعويض المباشر وبالتالي لازم نتخلص من هذا الوضع وإحنا عندنا حساسية من الجذر لما أشوف جذر وجنبه حد إكس غيره عم موافق على طول إحنا مغطيين مظبوط مباشر على الموافق يبقى هذا ما بقول في الحل بقول بالضرب عشان الوقت والمسعى بضرب البسط والمقام اي مقام؟ واحد بعدين البسط على المقام بضرب في ايش؟ في المرافق يبقى حضر في اكس زائد جذر اكس تربيع زائد 16 على اكس زائد جذر اكس تربيع زائد 16 يبقى هيساوي لذلك اكس تقول الى موجب لا نهايه اكس تربيع يعني البسط مربع الاول اكس تربيع ناقص مربع الثاني دائما ناقص مخوف بفتح بعده دوس دائما ايش مربع الثاني زائد على اكس زائد جذر اكس تربيع زائد 16 لو فكينا الاقواس جذر 16 زائد ايش؟ اكس تربيع ناقص اكس تربيع ناقص 16 ناقص بتغير الاشاره بتروح هذه محل بيضل عندي ايش؟ يبقى بيساوي ليمت لما اكس لاقول الى موجب ما لا نهايه لسالب 16 على اكس زائد جذر اكس تربيع زائد 16 قسم على مين؟ اكس تربيع على اكس اكس تربيع تحدد ليمت جذر اكس تربيع اللي بتساوي انا بقول هنا عندي جذر اكس تربيع بتساوي ابسولوت اكس بتساوي اكس ليش هاي الاكس تربيع يبقى اذا تحت الجذر اكس تربيع على بعض الجذر على اكس تمام خلينا انا القاعده بس وبالتالي حتساوي لي ليميت احنا عارفين انه حيطلع صفر عند درجه البسط اقل اوكي ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه البسط تصير سالب 16 على اكس هام 1 زائد جذر على اكس تربيع 1 زائد 16 على اكس تربيع ويساوي 0 على 1 زائد جذر 1 زائد 0 يعني 0 على 2 ويساوي 0 اي حاجه مش واضحه في كل واضح ولا لا اعيد ثاني وهذا صور احنا مع وقت عمود مباشر طلع لما لا نهايه ناقص ما لا نهايه دائما الصور غير معينه مطلوب مني اخلص منها يعني مش معقول اعطيك سؤال اقول لك اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2 والاكس تقول 2 تعود تعود مباشر تقول لي 0 على 0 خلصنا يا حاج السؤال طب انا اعطيك اياها 0 على 0 عشان تتخلصي من العامل الصفر او من وضع 0 على 0 فهذا طلع عندي ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه كميه غير معينه. هل اقول ما لوش نهايه؟ لا له نهايه، ما طلعت طب كيف اجا؟ اللي هي في طرق النهايه، الضرب في المرافق. مثال اللي بعده خلص ها؟
قلنا هذا الاقتران قبل هيك ساين واحد على اكس لما اكس تقول من النهايه غير محدد يصير اكس ايه؟ بالذات هو مش عارف على الوقت دقيقه عند الواحد عند السالب واحد عند الصفر عند النص عند الربع عند الابصر ايش؟ يتذبذب ما بين الناقص واحد وواحد وبالتالي انت تعود المباشر كلام فاضي فيه وبالتالي احنا بدنا نتخلص من هذا الوقت تمام؟ ايش بنعمل؟ احسن حاجه انفراد هذا السوق لو اخذت قلنا له خلي اتش او تي او يو اي رمز غير الاكس يساوي واحد على اكس يبقى صارت ساين الاتش طب بدي اكس تقول لما لا نهايه اذا قلنا انا اتش اكس جوز تو انفينيتي واحد على اتش تقول لما اتش تقول للصفر نعم مش فاهم الان عندي اتش بتساوي واحد على اكس صح؟ يبقى ليمت لما اكس تقول لما لا نهايه لهاتش تساوي ليمت لو واحد على اكس لما اكس تقول الى ما لا نهايه تساوي ايش؟ صح؟ طب الان الاتش هي ايش لا؟ الاتش مالهاش علاقه بالاكس يعني هات المفروض اتش صح؟ الاكس طب الاتش لها علاقه بالاكس ولا لا؟ اكس بتساوي طيب هذا التعريف الاكس اللي هي عباره عن ايش؟ واحد على الاتش تقول لما لا نهايه طب يعني الاتش تقول لايش؟ الاتش هتكون بس تغيير هي الرموز تبع التكامل انا عندي اتش اكس تقول لما لا نهايه واحد على الاتش تقول لما لا نهايه طب واحد على الاتش تقول لما لا نهايه يعني الاتش لو انت تقول اذا واحد على الاتش تقول لما لا نهايه هي بتنهاها من غير هذا الاتش هي واحد على اكس اخذنا قاعده بتقول الواحد على اكس لما اكس تقول لما لا نهايه هو بتقول صفر بس خلاص يبقى لما اكس تقول لما لا نهايه هذا بقول للصفر اللي هو مين هذا؟ هو الاتش بتقول اكس تقول لما لا نهايه بس اذا ليمت ساين واحد على اكس لما اكس تقول لما لا نهايه يساوي ليمت ساين اتش لما اتش تقول هذه تستبدل محلها لما اكس تقول لما النهايه اتش تقول للصفر لما اكس تقول لما النهايه الاتش تقول للصفر وصاين واحد على اكس هي صاين اتش ايش بتساوي هذا الكلام؟ صاين الصفر صفر عندنا نظريه وقلنا اثبتناها في سيكشن سابق قلنا له اثبت ان ليميت ساين ثيتا لما ثيتا تقول للصفر قلنا له اثبت مش اول تتذكر اثبتناه باستخدام السالب كثير لما اخذنا المتباينه تتذكروا هذه اخذنا السالب كثير اثبات اثبتنا انه اللي تبع هذا الصفر فلما يكون اللي هذا هو اللي هذا وهذا يكون للصفر يبقى النهايه صفر هذا هو هذا وهذا هو للصفر يبقى النهايه صفر يبقى احنا جبنا نهايه السؤال لا الكوساين بتكون عندي واحد ناقص كوساين واحد ناقص كوساين صح؟ نعم ابن تسأل سمعت صوت نعم ليش ما نحكي على صحيح لما اكس تقول لما هي واحد اكس يصير كوساين القصة انه هذا لما اكس تقول هذا الاقتران غير معرض كاقتران غير معرض مش معروف يعني مش معرف سلوك سلوكه مش معروف سلوك الاقتران نفسه ساين واحد على اكس ما فيش عندي اقتران اللي انا اجيبه المفروض انا الحل النظري اللي بيشتغل احنا يصدقه الجانب اللي احنا بنقول احنا بالرسم جرافيكا لازم الرسم يصدق هذا الكلام انا بالرسم مش شيء لما اكس تقول لما النهايه هذا الاقتران غير معروف لكن لما اخذها على صوره انا بعرفها ساين واحد على اتش جبتها بالتقريب او حولتها الى اقتران انا بقدر اعرف سلوك سلوك مين هذا؟ ساين اتش لما اتش تقول الصفر انا عارف سلوك الساين ما بين السالب واحد وواحد وين الصفر؟ صح؟ لما اكس تقول للصفر لما اكس تقول للصفر من الشمال
لما اكس تقول صفر من الشمال الاقتران هنأخذها صفر. لما اكس تقول صفر من اليمين هاي اكس هاي اكس هاي اكس هاي اكس هاي قيمة ديك وهي الواي هاي الصاين هاي الصاين رايح لمين؟ لصفر من فوق وهنا رايح لصفر من تحت. لما اكس تنطبق على الصفر الواي تنطبق على ايش؟ على صفر. فنهاية الصاين الاتش لما تساوي صفر بتساوي صفر. ما علينا ما علينا تمشوا معي كويس؟ ما تظبطش هذا التعويض المباشر لانه صاين واحد عمل النهاية الاقتران نفسه غير معرض غير معرض. كتبنا عليه احنا oscillating function لما الاكس تقول الى ما النهاية الصاين واحد على الاكس. ايش بعده؟ limit x صاين واحد على الاكس بدنا limit x صاين واحد على x لما x تقول موجب او سالب. طيب نفرضها فرض برضه على الفرض وهذا ممكن احنا نستخدم ساندويتش ثيري ممكن نحلها باستخدام الساندويتش بس بدي اخذ لما اكس تقول لما النهاية او اكس تقول الى سالب ما النهاية. طب خلينا نحله على الفرض زي ما موجود هنا غير ما نروح على الساندويتش ثيري. تمام؟ ايش اعمل؟ بدي اخذ الواحد على اكس زي ما اشتغلنا الان باتش الواحد على اكس افرضها باتش. اقول ايش المعقول عشان لو بدك الموجود في الكتاب او في الملخص تفهموا ايش اللي صار بالظبط. قول هل انا بقدر او نفسي احط عصور صاين ثيتا على ثيتا والليمت لما ثيتا تقول للصفر هذا طالع ايش؟ واحد. يعني بدي اياها صاين شيء على نفس الشيء لما هذا الشيء يقول لايش؟ للصفر. فقال كتر هذا عباره عن ليمت الاكس هي عباره عن واحد على واحد على اكس. نعم ها ايش في مظبوط. لما بقول مقلوب النص شايف مقلوب النص مقلوب الاثنين واحد على اثنين مقلوب النص بحول واحد ضرب احول باسم الضرب بقلب اثنين تطلع اثنين صح. فبقدر اكتب انا انه الاثنين هي عباره عن واحد على النص صح؟ يبقى بقدر اكتب الاكس واحد على واحد على اكس زي ما كتبت الاثنين واحد على واحد على اثنين صح؟ طيب هذا ايش؟ في ساين واحد على اكس اعتبر هذه كلها على واحد وهذا معلش بخلينا على الباب عشان تستوعبوني واحد على اكس لما اكس تقول الى موجب او سالب ما لا تضرب البسط في البسط والمقام في المقام تصير ليمت لما اكس تقول الى موجب او سالب ما لا نهايه ولا ساين واحد على اكس على واحد على اكس لما اكس تقول الى موجب او سالب ما لا نهايه. استوعبنا الكلام المكتوب؟ فهمنا ما نتيجه. الان قال ناس بتقول طيب اذا اكس تقول لما موجب او سالب ما لا نهايه واحد على اكس المفروض يوم من الصفر بدي افرضها بالفرق بالاتش كويس؟ طيب لو قلنا ليت اتش بتساوي واحد على اكس لما اتش تقول لواحد على اكس الان الاتش بدي احطها مكان هذا الكلام. طيب انا عندي الاتش تقول الى موجب من النهايه او سالب من النهايه طلعوا لي على الاقتران بدي اشوف سلوك لما اكس تقول لموجب من النهايه او لما اكس تقول الى سالب من النهايه. نطلع على المنحنى تبع طبعا انا الان بتعامل مع الاتش كانها واي كانها واي تساوي واحد على اكس لما اكس تقول لموجب من النهايه اكس تقول الى موجب من النهايه بدت هنا هذه من واي لما اكس هنا هذه من واي لما اكس هان وين رايح؟ للصفر بس من قيم موجبه صح؟ يبقى بقدر اقول انا ليت اتش تساوي واحد على اكس از اكس
goes to infinity لما x تروح لموجب لنا نهاية يكون عند ال h تقول لمين؟ للصفر بس قيم ايش؟ موجب الوحدة من فوق. طيب كمان هذا as x goes to minus infinity خلي ال h تروح لسالب لنا نهاية يعني بدها تكون الاكس هان بعدين هان بعدين هان بعدين وهكذا نمشي لما اكس هان هاي قيمه واي لما اكس هان هاي قيمه واي لما اكس هان تبقى رايحه للصفر من وين؟ من جهه الاعداد السالبه يبقى اتش تقول للصفر من وين؟ من الشمال حلو الكلام وبالتالي الان بدي اخذهم واحد واحد اخذهم واحد واحد استبدل هذه بهاد في الحالة الأولى وأستبدل هذه بهاد في الحالة الثانية إيش حيصير عندي؟ يصير عندي الآن بدي أقول الآن كذا ليميت ساين واحد على إكس على واحد على إكس لما إكس تؤول إلى موجب من النهاية الآن تساويني لم ساين اتش على اتش لما اتش تقول لصفر من وين؟ من اليمين طيب هذه النظريه ايش بتقول لي هذا بيساوي؟ واحد واحد حظيظ النظريه هذا التوكيد جيب نهايه جيب سين على سين لما سين تقول لصفر بتساوي واحد صح؟ طيب ان ليميت لما اكس تقول لسالب ما لا نهايه لا ساين واحد على اكس على واحد على اكس تساوي ليميت ساين اتش على اتش لما اتش تقول للصفر من الشمال برضه حتساوي لي واحد لان اتش تقول للصفر في الاخر اذا النهايه من اليمين ومن الشمال تعطيك ايش؟ واحد خلص ايش بدنا اياه احنا؟ احنا بدنا عند المال النهائي وعند السالب النهائي خلص هي السؤال هو طلب مني هيك الاثنين مع بعض، طبعا ما فيش سؤال يقول لي عند زائد او ناقص اثنين، لازم يقول لي مره عند اثنين ومره عند سالب اثنين، هو طالب مني هيكين مره من عند موجب النهايه ومره عند سالب النهايه، هي جبنا له هذه لحال وهذه لحال. بقدر اقول في الاخر اذا الليمت تبع هذا الاخر من مره واحده. شيء يا صوم؟ على صوت راسي انا؟ جيت على انا شايف على صوت اكس ساين واحد على اكس واضح هذا النقطة؟ لما ايش تقول الصفر ساين تساوي واحد هذه؟ اه تحديد هذا هذه نظرية هذه نظرية خلينا نقول بس انت بدون هذه الاتش بيكون للصفر هذا التعويض مباشر كيف ارسم وضع الاحتراق؟ هذه هذه النظريه ساين اتش على اتش لما اتش تقول لي سالب تساوي واحد. اكس من الشمال تساوي واحد. انا اقول ليميت ساين اتش على اتش لما اتش تقول لي صفر من الشمال تساوي ليميت وزاين اتش على واحد لما اتش تقول لي صفر من الشمال وتساوي انا بدك لك اياها هذه نظرية النظرية احنا ما اخذناش في الباب هذه نظرية سواء اتش او استنى شوي لا بدون رسم بدون رسم بدون رسم اسمعني شوي الان احنا عندنا نظرية بتقول ليميت ساين اكس على اكس لما اكس تقول للصفر ايش بتساوي؟ صدقها هذه؟ طيب احنا المحاضرة اللي فاتت قلنا انه لما يكون ليميت اكس تقول لعدد هذا لازم يكون يضمن لما اكس تقول هذا العدد من اليمين تساوي من الشمال يساوي نفس القيمه صح؟ ما دام هذه عندي نظريه يبقى انا بقدر اجزم اقدر اقول اذا ليميت ساين اكس على اكس لما اكس تقول لصفر من الشمال تساوي ليميت ساين اكس على اكس لما اكس تقول للصفر من اليمين تساوي واحد. بدون رسم. بدون رسم.
اني اظن ان الفلان صاير ادفع الادس وما صار نوز منه. يعني صار مش متخيل لانه من النظريه اللي قلت النظريه قالت لي ايش؟ قالت لي هذا الكلام واحنا اخذنا النظريه بدايه السكشن اللي فات صح؟ علمت والون سايد ليمت في السكشن اللي قبله. الون سايد ليمت او الليمت العاديه تضمن التو سايد ليمتس الثنتين من الشمال ومن اليمين. وبالتالي هذه بناء على النظريه وهذه بناء على نفس المنطق. طيب الان عبين ما الجماعه يجوا بنقول طبعا الحل صفحه 44 مكتوب هنا واي تساوي كذا از على وزن اسلوبها مش عارف انا ليش كذا بالغلط اسلوبها لانه انا في السؤال القادم اوجد النهايات الثانيه ما قاليش اوجد الاس انبوت صح؟ شغل غلط نشيلها وان شاء الله نشيلها.